يا رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد. أولا مسألة الريح والرياح، شيخنا قرأ في القراءة من كثير، بدل ما يقرأ الرياح قرأ الريح، ما يربط أن الواقع في لغويا أنها تأتي هنا وتأتي هنا. وقال بعض أهل العلم والشاهد اللي في المجتمع وفي الأحوال أن الرياح مبشرات وفيها الخير، والريح أتت في القرآن بمعنى الدمار والشر للناس والعقوبة. ولذلك هنا في هذه الآيات أرسلنا الرياح مبشرات رواقح، وفي آية الأحقاف فلما رأوه عارضا، تقول عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الناس يستبشرون بالخير، وإذا رأوا السحاب استبشروا، وأنت أراك تخرج وتدخل ويتغير وجهك. ثم تلا هذه الآيات فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فتأتي هنا وتأتي هنا، هذه قضية الريح. ثم يأتي الآن السياق، قد يتساءل قائل يقول أتت رسالة الرسل بين آيات الرياح والأمطار وكذا، فلو رجعنا الآيات اللي قبلها مباشرة، الآية قبلها بيّنت حال الذين عاندوا وحال الذين آمنوا، كيف هؤلاء وكيف هؤلاء. ثم فيقرن الله سبحانه وتعالى هذا الأمر بمن أعطاهم الله هذا الخير، ولذلك أتت الرياح في الأولى عمومية للكافر وللمسلم، أن الله سبحانه وتعالى أرسلنا الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، أي له المطر، ولتجري الفلك بأمره، السفن وما السفن، ثم قال ولتبتغوا من فضله، يعني أنتم إذا ركبتوا السفن كم ستحصلون من الخيرات من هذه الأسماك ومن الجواهر ومن الآلي، وأيضا عندما تخرجون وتنزل هذه الأمطار كم ستحطين من الثمار ومن كذا. لكن الآية الأخرى فصلت وبينت أن الله سبحانه وتعالى أن هذا يستبشر به ويسر به أهل الإيمان، أما والعياذ بالله يعني أهل الكفر والعناد مبلسين من هذه الرحمة وقانطين من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم ربط الله سبحانه وتعالى مثل ما قال حبيبنا الغالي أبو عبد المحسن قضية الإنبات، وهنا يفصلها ويوضحها، لأن القرآن يفسر بالقرآن. أول ما يفسر قال الله سبحانه وتعالى وترى الأرض هامدة، لك أن تفضل يعني الآن زي ما قال في الصيف هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وصف في سطرين. ولذلك عند في علم الزراعة لما نشوف كل كان اهتزت وربت، البذور موجودة في الأرض، لو لم يكن بذور ما أنبتت. لذلك شوف الآن لما يحذرون يا ناس لا تدخلون الرياض بسياراتكم، لا تشوف محل السيارات ناجف أبيض ما نبت فيه عود، بينما اللي بين الطريقين نابت واللي على اليمين ويسار نابت. ليش؟ لأن هذه دكة البذور. ولذلك النملة لما تخزن غذائها إذا كان فيها بذر اقسمتها نصفين عشان ما تنبت ليجي المطر. سبحان الله، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، مع أن الموية وحدها التربة وحدها تجد لون أصفر لون أخضر لون كذا لون كذا، من الذي أعطى؟ من الذي لون؟ من الذي أنبت؟ من؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ثم يربط الله سبحانه وتعالى أن هذا الإحياء وهذا الأمور كذا لا يعيها ولا يعلم بها إلا من تفكر. قال ذلك بأن الله هو الحق، حق خلاص ثبت، من اللي أنبت؟ الله سبحانه. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، يعني الآن مثل ما أحيا هذا النبات يا غافل يا مبتعد، سيأتي يوم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يفرحون سرورا، فاربأ بنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. فلذلك ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ولذلك نربط هذا بهذا فيزداد الإيمان. ولذلك لم تأتي هذه الآيات إنما هي إيش؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله يجزاك خير، جزاك الله خير، الله يكتب أجرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.